جايز، عندنا تصوير جديد، في عندنا شيء جديد هنصوره. طلب مني تصوير في محل لذيذ بيبيع فطاير جميلة، حاجة يامي، موجود في الشرقة. هنصور لكم الحين فطاير نبع الشام. تم دعوتنا من قبل الإدارة الطيبة، الشعب السوري العريق. السلام عليكم ورحمة الله حجي. هلا الأخوة الكرام في المطعم الجميل، ديكور رائع صراحة، بالذهاب فطاير مناقيش. أنا كتير مستأنس على صوت فيروز، بجد المكان هذا يستاهل الزيارة دايما، وأسعاره كتير طيبة وكتير معقولة. كما عودناكم دايما ان احنا نقدم لكم اشياء جميلة ومميزة في دولة الامارات. ده المنيو الجميل الشيق. لحظات، هاي هو خلينا نفتح نبلش. بسم الله. هاي الأسعار صراحة طيبة. حي الشباب اخي حبيبي حبيبي على راسي والله. ده مطعمكم ودايما تشرفونا، ان شاء الله بتحصلوا افضل الفطاير والبيتزاهات من اجمل المطاعم. هاي جايز، فول اس ان امو شانل اند فيزيت ذات فيري نايس بيستري، من افضل المطاعم الشاميه اللي بتقدم المعجنات في الشرقه. هذا العنوان، شارع الملك فيصل مقابل المسكي للتجارة. هذا هو، ونشكركم دائما. فطائر نبع الشام، نشكركم دائما على طلبنا، وشكرا لك. وكل بي اي ويل بوت از سبونسر، انا هحطه كراعي لينا وللقناه. شكرا لك، شرف لينا والله. احنا مستمتعين جدا والله دايما بمطعمكم الجميل ده. تسلم تسلم، يلا بحفظ الله تابعونا.